السلام عليكم. يعني هو باختصار أنا محمد خير الحيادي، ربحت جائزة مع الإبداع الشبابي من وزارة الثقافة. هي أول المحاولات وإن شاء الله مش آخر. بتمنى تنال إعجابكم وبوضح الفكرة من خلال الدقائق الثمانية إذا كانوا عشرية. الرواية أحكي بالفصحى ولا بالعام. الرواية فن أدبي حديث بالكاد يجاوز عمر قرنا من الزمان. بدأت الحكاية في بريطانيا رغم عودتها إلى الحضارة الرومانية. انتقلت إلينا بفعل أعمال الترجمة بعد الاستعمار. ثم أتتنا أسلوب نثري طويل تمتد إحداثه عبر فترة أطول من الزمن. تحث القارئ على التفكير في القضايا الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والرومانسية حتى في قالب الإمتاع والتسلية، تتخذ من الخيال ربما أو الواقع مادة تصف ما يمكن رؤيته ولمسه وسماعه وشمه. هكذا تأخذ القارئة في زقاق ضيق أو قصور منيفة دون أن يسافر إلى بلاد بعيدة. منذ أكثر من عامين بدأت كتابة رواية أسميتها مخاض شرق أوسطي متكرر. أول التجارب وليست آخرها إن كتب الله لي العمر. لم أعرف حينها كيف بدأت وكيف تكون النهاية، وإنما صار القلم على أوراقي فتبعته. عدنا كثيرا نقرأ ما خضه وتحاورنا مرات ومرات، بحثنا عن أسماء ملائمة. كم هو صعب أن تختار الاسم. بحثنا عن أسماء ملائمة وصفات وأعمار وملابس وأطعمة وجامعات وأنهار وشوارع وأحياء. كانت البداية صعبة ككل البدايات، وكنت مستمتعا بقضاء وقتي في حبك العقد وابتكار الشخوص والبحث في جمال الأمكنة. هي رواية تحكي قصة المنطقة في رمزية حسام وحناء وراسم وتحسين وشريف ودلال وناصر وغيرهم، تجمع بين الأردن والعراق وفلسطين ولبنان ومصر وأمريكا، وترتحل في فضاء الخيال تصرخ في وجه أمريكا بلسان الحب والهجرة والموت، وتبحث عن الأمل في الزواج والمستقبل والعلم والتضحية. وجدتها رواية سياسية رومانسية تبدأ وتنتهي بين شباط وآب في نفس العام، وتتقسم على 59 مشهدا في 307 صفحات من القطع الصغير. وأقول فيها بداية: لا تمر بعمان الأنهر ولا تطل شرفات بيوتها على البحر، مختلفة عن عواصم الشرق الأوسط ولا تشبه إلا القدس في تضاريسها وهوائها وصيفها وشتائها، ورغم ذلك اختلفتا في ثلاثة: قدسية واحتلال ومهجرين. فيها مستقر بدو الرحل شيدوا مساكنهم على تلالها السبعة، بدلا عن بيوت من الشعر وأخرى من الطين، وفلاحين ولاجئين ونازحين ومنفيين ومسافرين، تجمع الساسة والعابرين والأثرياء والمبعدين بالترحاب، كلهم وغيرهم جاءوا كي يذهبوا فبقوا وأرادوا الرحيل فاستقروا هنا، فقط قدموا في زيارة قصيرة امتدت بهم عقودا طوال، فاختبروا الهم والحزن وقليل الفرح والأمل. منها يذهبون إلى شتى بقاع الأرض ثم إليها يعودون، منها فقط يذهبون كي لا يعودوا فيعودون، وإليها فقط يأتون على نية الرحيل دون أن يحجزوا تذكرة العودة. في نفر كثير منها تجتمع جنسيتان في وقت واحد في شخص واحد دون أن يحمل جواز سفر موطني أجداده. يتشابه الجميع ويختلفون، يوحدهم هم ودين ولغة ونكبات، ويفرقهم غطاء رأس وملعب كرة قدم ولهجة ومنبت وحسابات في البنوك. يتبعثرون في طبقية متنامية: فقراء وأغنياء وكادحون ومتسلقون، وكلما مررت بهم ازدادوا تباعدا وكأنهم الزيت والماء الذي لا يختلط حتى بوجود الحب. هي عمان التي يجتمع فيها الشرق الأوسط كله في كل مساء. اسمحوا لي أن أقرأ محاولة شعرية كتبتها على لسان مسافر مهاجر عراقي قال شيئا في وطنه: قل لي يا وطني كيف أحبك أكثر، وأنا أتمنى أن أكل من خبزك، في بردي لو أتدفأ من نارك، ولعطشي لو أروى من مائك، ثم أعيد التفكير مرارا فأقرر أن لا مهرب من حبك إلا أن أسكر،
قل لي كيف يكون هواك عليلا وأنا أجد الناس عليلة والشعب ينوح بلا أصوات يستنجد بالموت سبيلا كي يتخدر وأحبك في كل صباح ومساء وأحب وأبحث عن شبر من أرضك يصبح باسمي ثم أموت أجيرا والمنزل مستأجر والنخلة لا تخرج رطبا والرمل الناعم حول ضفاف النهر تغير قل لي كيف أربي أولادي وأصون بلادي وأنا لم أخدم يوما بمعسكر هل لي أن أعرف كيف يموت الأبطال دفاعا عنك وأنا خواف حتى منك أغلق باب البيت على نفسي لا أملك تبغا يكفي وأخاف من الأخبار تنتشر ولا تنشر كيف أصدق ما ترويه وما تنفيه وأنا أرسمك صلاح الدين ثم أراك بيوم آخر كخرابيش في الدفتر كيف أعلم أولادي اقرأ وأنا لا أشبعهم لحما أو أرزا أو عدسا أصفر أرشدني فأنا ولد تاه بأرض الله كالطفل يظن أباه فارس بيداء لا يبخر فإذا كبر الطفل سيدرك ما لم يتصور يتلعثب بالقول أحبك يا وطني أكبر وأحبك أكثر. أما إذا كنا نتكلم عن الرواية فليست حقيقة شعرا وإنما محاولات فأقول عن شخصية ناصر ولد خرج من غزة قبل أن يولد ولم يعد فاستشهد لسبب ما ذلك ما ترويه الرواية وأقول اسمعوا المشهد ليس هناك مبرر واحد يمنع أبا بلال وهو أبو ناصر من الإفصاح بما جاء في رسالة ابنه ناصر فبعد امتضاء وقت طويل على مجيء الرجل الذي وعده ضمنا بالتواصل معه وغيابه كما أتى وكأنه سراب ظهر لضمآن في صحراء ملتهبة ثم اختفى قبل أن يروي عطشه لم يعد هناك من داع لبقاء أمر الرسالة سرا يكتب وخصوصا حينما يرى في كل يوم حيرة وأسئلة وخوفا واشتياقا في عيون أهله نحو معرفة أي شيء عن ناصر وما هي المشكلة عن ذكر ما علم وكل ما يطلع عليه أهله يدعو الجميع للفخر فكر قليلا في عواقب انتشار فحوى الرسالة واستخدم الحدث السياسي المهتم بالتفاصيل الصغيرة والمحلل العارف ببواطن الأمور فتراجع القهقرة وبلع ريقه وحبس لسانه ضاما شفتيه بقوة وكأنه لن يقول شيئا حتى لو كان وقعا تحت تعذيب المحققين تقول الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل لله الأمر من قبل ومن بعد يا أبتي كم أشتاق لكم وأنا في أرض تبعد ألاف الأميال وهو يدرس في أوكرانيا حسبما تقول الرواية فأحب مرور الوقت لألقاكم وأنا في أحسن حال فأقبل وجنة أمي وأسامر أخواني مرتاح البال لكني لا أدري كيف يكون الأمر بسيطا والأهل بغزة قد ظلموا وبلا مأوى صار الأطفال كيف سأصبح بطلا وأنا أقف بعيدا لا يصنع صنع الأطفال وأحاول مد يدي عونا فأراها مثقلة بالأغلال لا صوت مسموع أطلقه في الأرجاء أو أسعفهم بقليل المال فدعائي كل صباح أن ترحمهم ربي حين يصير جثثا وتعيد المبعد بعد غياب القارئ.